نروح لسيادة الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار. أولا مليون مبروك سيادة الوزير شريف فتحي، كل التحية لحضرتك، ولكن مهمة وتأتي بعد استكمال مسيرة سيادة الوزير السابق أحمد عيسى. تحية لحضرتك. تحية ليك يا أستاذ أحمد، متشكر جدا. وطبعا قبل ما نبتدي أنا بشكر الوزير أحمد عيسى على كل المجهود اللي تم، لأنه الحقيقة يعني بذل مجهود كبير مع فريق عمله، وانا بحييه، وان شاء الله نكمل ونقدر ان احنا يعني نحط كده طوبه على طوبه زي ما بنقول، ونوصل للمستهدف ان شاء الله. سيادة الوزير، طبعا الدوله عندها هدف يتعلق بالسياحه، عندنا هدف، وحضرتك عندك النهارده خبرتين، خبره الطيران وكنت وزير للطيران من قبل، والان وزير السياحه والاثار، فعند حضرتك هذه الخبرات بنقدر نشتغل ازاي في هذا الملف عشان تحقيق طموحاتنا كشعب وتحقيق طموحات القيادة ان احنا نوصل لل 30 و 40 مليون سايح؟ سؤال هاي الحقيقة استاذ احمد. طبعا الفكرة يعني هبتدي فيها بالرؤية، الرؤية 2030 ان احنا عايزين نوصل لرقم معين 30 مليون سايح، وبتصور هو ده لازم يكون التركيز. علشان نوصل لده احنا محتاجين نوجد طاقة فندقية، محتاجين نعمل استثمارات، محتاجين ان احنا نشجع الاستثمار، محتاجين ان احنا نفهم القطاع الخاص ونعتمد على القطاع الخاص بشكل اكبر شويه، محتاجين ان احنا طيران يزيد وعدد المقاعد الخاصه بالطيران تزيد بالنسبه للبلد، محتاجين ان احنا نستثمر الاثار اللي موجوده عندنا بشكل كبير ونفهم الموارد اللي عندنا عامله ازاي ونستثمرها. الحقيقه هو الرؤيه ليها اركان متكامله، وهو ده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه، وحسب توجيهات الرئيس المناقشات اللي تمت مع دولة رئيس الوزراء. اللي تم مع دولة رئيس الوزراء قبل يعني البدء في المشاورات، ايه اللي تم ولسيادتك يعني طرحته للتطوير وبالتالي توليت هذه الحقيبة المهمة؟ هو الحقيقة الأستاذ أحمد الحديث كله كان على رؤية الدولة. نعم. وبتصور ان ده مؤشر ايجابي قوي ان نعم. هناك رؤية للدولة، وكل اللاعبين بتلعب عشان نوصل أو تلعب في خلال الرؤية دي أو في للوصول للرؤية، وده شيء صحي جدا إنك أنت ما عندكش رؤية تتأرجح يعني ما بين الأشخاص، الرؤية واضحة وثابتة وفيها تكليفات واضحة والجميع يعمل في سبيل الوصول لتحقيقها. طب سيادة الوزير، لا بنتكلم على القطاع الخاص سيادتك بتتكلم عليه، والدولة حريصة على هذا الأمر، وبنلاقي خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقات كثيرة ودخول للقطاع الخاص، إيه اللي بيتم كمان والمخطط اللي قدام سيادتك عشان القطاع الخاص والشراكة معاه؟ لأنه ما بقاش النهاردة الدولة تدير، عايزين القطاع الخاص هو الذي يتولى هذا الأمر. ده كلام حقيقي يا أستاذ أحمد، السياحة قائمة على القطاع الخاص. ولازم نفهم المستثمر والقطاع الخاص بيفكر إزاي. وحتى كنت بتكلم مع الزملاء النهارده، انا عايز انافس القطاع الخاص في السرعه. يعني عايز سرعه التلبيه وسرعه الاداء تكون حسب الستاندرد بتاع القطاع الخاص، بحيث ان احنا ما نكونش دايما، انت عارف الجهات الرسميه بتكون ابطا شويه بحكم ما يحكمها من قوانين ولوائح وغيره، بس احنا لازم نتحدى نفسنا ونحاول ان احنا نوصل لنفس سرعه القطاع الخاص، نفهم القطاع الخاص بيفكر ازاي، نفهم ايه المحفزات اللي احنا يجب ان نعمل عليها علشان نزود الاستثمار السياحي. طبعا في الوقت الحالي انا بالنسبه لي من اول يوم ما اقدرش يعني اكون يعني ادعي ان انا دخلت بالتفاصيل في هذا الموضوع، انما الحقيقه هو ده من الاولويات اللي تم التوجيه بيها من قبل القياده السياسيه، وان شاء الله هنشتغل عليها باذن الله. سياده الوزير، السائح الغني، يعني ان انا مش ببيع الغرف بتاعتي يعني ب 20 دولار و 25 دولار، يعني ارقام بسيطه، واحنا بلد المفترض يبقى عندي السائح الغني او على الاقل يبقى عندي الطاقه الفندقيه وبيع بالغالي، ايه اللي هيتعمل في هذا الملف؟ بص يا استاذ احمد، المبدا العام ان ما يحكم السوق هو العرض والطلب. ولكن في بعض الاوقات احنا بيبقى عند البعض القائمين على إدارة المنشآت السياحية اختيار من اثنين، واحد ان انا اخد كاش جاهز دلوقتي واقلل سعر الغرف وابقى بعت عدد معين من الغرف الفندقية بس فلوسي في ايدي، وفي ناس تانية بتقول لا انا عايز اعظم العائدات بتاعتي وانا هستنى شوية وهرفع الاسعار وهكذا. الحقيقة ما اقدرش اقول ان ده صح وده غلط،
نهائيا، انما الهدف العام هو تعظيم العائدات من القطاع السياحي كما يتم في صناعات اخرى. ودي طبعا هتبقى نقاشات هنتكلم فيها مع المعنيين، وراي المعنيين على فكره مهم جدا في هذا الامر، وليس رايي انا او راي يعني متخصصين اخرين، انما لازم نتكلم مع اصحاب المهنه من لديهم الخبره الفعليه ونوصل لتفاهم جيد في هذا الموضوع. عندنا الفتره الجايه المتحف المصري والاستعدادات للافتتاح ان شاء الله. ان شاء الله ده هيكون ملف مهم باذن الله، وان شاء الله نقدر نتممه في توقيت مناسب. برضو انا برجع اقول لك تاني، انا يا دوب دخلت الوزاره فتره ويا دوب اتحركت منها. بعد كده هيكون عندنا يمكن رؤيه اوضح شويه لما سيادتك هتقعد مع القطاع الخاص في مجال السياحه كله؟ اكيد 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 في المجالات المختلفه هنتكلم وهنشوف يعني ايه ارائهم، لانه اي استراتيجيه احنا هنتبناها لازم تكون مقبوله من جميع الاطراف. سيادة الوزير شريف فتحي مرة تانية مبروك، بشكرك شكرا جزيلا، وزير السياحة والآثار النهارده.